رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات. تنطلق فعاليات الدورة 21 لمعرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية الذي ينظم من قبل نادي صقاري الإمارات بشراكة استراتيجية مع مجموعة أدنك. وتشكل هذه الدورة انطلاقة جديدة لمسيرة نجاح امتدت عبر عقدين من الزمن لتكون الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقته الأولى في عام 2003، وذلك بفضل ودعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية للحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي الغني للدولة الذي نفاخر به العالم. والحمد لله وصلنا الأرقام القياسية في النسخة الحالية مقارنة مع الدورة الأولى، حيث تضاعفت مساحة المعرض بما يزيد عن 14 مرة، وزادت عدد الشركات العارضة بمقدار 43 مرة، في حين ارتفع عدد الدول المشاركة بمقدار 4 أضعاف. وسيتم إطلاق العديد من الفعاليات المصاحبة في الدورة الحالية في 11 قطاع، ولعل من أبرزها مزادات الصقور المباشرة والمزادات الرقمية عبر الإنترنت وصولا إلى مزادات الصقور النخبة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز دور المعرض في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد المحلي لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كافة شركائنا في القطاعين العام والخاص، وعلى رأسهم مجموعة أدنك على مساهمتهم في إنجاح هذا الحدث وإخراجه بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة.